بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد، من الآية 12 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن حال المكذبين للرسل الذين لم يؤمنوا بالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يذكر قصصهم للرسول صلى الله عليه وسلم من باب التسلية له ومن باب الاعتبار. فمن باب التسلية له صلى الله عليه وسلم ليعلم أن هذا الأمر قد مر على الأنبياء من قبله، ومن باب الاعتبار ليعرف العبد الذي يسمع كلام الله عز وجل العاقبة التي تنتظر المكذبين. فإن الله سبحانه وتعالى لا تتبدل سنته، وهي خذلان الكافرين ونصر المؤمنين. وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه أول الرسل إلى البشرية بعد ما حصل فيها الانحراف، فإن البشرية من ذرية آدم عليه السلام بقيت على عبادة الله وتوحيده 10 قرون، ثم حصل فيها الانحراف وصارت تعبد مع الله آلهة أخرى، يعبدون مجموعة من الأصنام التي ترمز إلى الأولياء والصالحين، كما مر معنا في دروس سابقة في التفسير وفي التوحيد. ثم بعث الله عز وجل نوح عليه السلام يدعوهم إلى ترك الشرك وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم كذبوه، فحصل ما تعلمون من أن الله سبحانه وتعالى انتقم من هؤلاء المكذبين وأغرقهم. ولهذا لما قال كذبت قبلهم، الضمير راجع إلى المشركين الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليسوا هم أول من كذب، بل قبلهم أمم كذبت. فذكر قوم نوح وذكر قوم عاد وذكر فرعون، ولكنه وصفه بذو الأوتاد، ذو الأوتاد، وفرعون ذو الأوتاد، لأن فرعون قد تجبر وطغى وصار صاحب قوة شديدة.
ثم ذكر ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب، وكل أولئك الأحزاب أهل قوة وأهل بطش ولهم مكانة، وما أغنى عنهم من عذاب الله من شيء. ولهذا قال سبحانه: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني حق عليهم العقاب جزاء لهذا التكذيب. ثم يلتفت الخطاب إلى المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فيقول سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني أي شيء ينتظرون؟ ينتظرون الساعة، لأن الساعة تقوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، وليس بعده نبي، وليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا الساعة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه كهاتين. فالفرق بين السبابة والتي تليها فرق بسيط، فمحمد صلى الله عليه وسلم علم للساعة، يعني أنه إذا بعث فالساعة قريب. والقرب هذا عند الله، الله أعلم به، ولهذا فعلم الساعة مما استأثر الله بعلمه، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة، ولا الملائكة المقربون يعلمون متى تقوم الساعة. ولهذا تذكرون أن جبريل في قصته المشهورة الذي علم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، سأله عن الساعة، وهذا السؤال ما كان يريد منه جواب، لأنه يعلم أنه لا يعرف ذلك، لكن ليقرر عند السامعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متى تقوم الساعة، لكنها قريب. فهل ينتظر هؤلاء أن تقوم الساعة؟ ولا شك أن من مات من الناس فقد قامت قيامته، لأنه قد انقطع عمله فهو ينتظر البعث والنشور. وأما من بقي من الناس فهؤلاء الذين تأتي عليهم الصيحة، ولهذا قال: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فإن هذه الصيحة لا يفوقون بعدها، فهذه صيحة الساعة، صيحة يوم القيامة، أولها فزع وآخرها موت، أولها فزع، تفزع قلوبهم إذا سمعوا الصيحة. والذي ينفخ هذه الصيحة قد استعد لها، وأخبرنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مستعد لها، وأنه ينتظر الأمر فهو مستعد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أشعر بالتنعم وصاحب الصور قد التقمه، يعني وضع فمه عند فتحة الصور الذي ينفخ فيه ينتظر متى الأمر، وهذا يدل على الاستعداد، وأن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الملك
مستعد للأمر، متى يأتي الأمر ينفخ. وجاء في صفة هذه النفخة أن أول ما ينفخ ويطول النفخة، فأول ما يسمعها الناس يسمعونها فيفزعون، ثم تقوى 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 بالتدريج حتى يصعقون ويموتون. وهذا الذي جعل بعض الناس يقول نفخة الفزع ونفخة الموت، لكن هي في الحقيقة نفخة واحدة، لأنه قال هنا ما لها من فواق، يعني ما هم يفزعون ثم يفيقون، لا، لكن أولها فزع ثم يقوى الصوت حتى يقضي عليهم ويموتون من هذه النفخة. ما لها من فواق، يعني هل ينتظرون هذا؟ ألا يعتبرون؟ ألا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستعدون لهذا اليوم؟ ألا يتفكرون؟ هل يريدون أن يأتيهم ما أتى المكذبون للأنبياء من قبل؟ ولا شك أن هذا فيه تقريع شديد لهؤلاء المكذبين. وما الذي يمنعهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبراهينه ودلائل نبوته أظهر من الشمس، واضحة، واضحة دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أظهر ما تكون، من حيث صدقه صلى الله عليه وسلم، ومن حيث سيرته، ومن حيث ما أمده الله تبارك به من الدلائل التي تدل على نبوته، من استجابة الدعاء، ومن الأشياء العظيمة التي تذكرونها التي جمعها أهل العلم في كتب دلائل النبوة. ولهذا فإن كثيرا من المشركين يعلمون أنه نبي إلا من أزاغ الله قلبه، وبعضهم لم يؤمن به عنادا، وبعضهم لم يؤمن به استكبارا، وبعضهم لم يؤمن به محبة في الدنيا، رغبة في الدنيا، لأنه يريد أشياء لا تتحقق له إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لا يؤمن به حسدا كما حسده اليهود، فإن اليهود أصحاب عنصرية يبون النبي منهم، إلى غير ذلك من الأسباب التي تحول بين المكذبين وبين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن من تأمل في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دلائل نبوته فلو أخذ دليلا واحدا لكفاه، لو أخذ دليل واحد وبرهان واحد من التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكفاه. بل من نظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صبره وفي جهاده وفي دعوته لعلم أنه رجل صادق وأنه غير مدعي. ومن نظر في القرآن العظيم الذي جاء به لعلم أنه لا يستطيعه البشر. ومن نظر في الشرائع المستقيمة التي جاءت في القرآن التي تصلح أحوال العبد وتصلح أحوال المجتمعات لعلم أن هذا ليس من البشر، فإن البشر لا يأتون بمثل هذه الشريعة المستقيمة. ولكم أن تتفكروا في شرائع البشر وفي قوانينهم كيف يتخبطون ويأتون بشرائع معوجة. لأنهم يجتهدون بعقول قاصرة، عقول البشر لا تسلم من الجهل ومن القصور ومن الشهوة، فإذا جاءوا بشيء طيب جاءوا بشيء آخر يؤثر عليه،
فصارت الشرائع التي يأتون بها خليط وليست بشريعة بيضاء نقية كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني على الشريعة البيضاء، السنة البيضاء، الطريقة البيضاء. والبياض دلالة على النظافة والطهر، بيضاء نقية، ليلها كنهارها، يعني فيها الوضوح والبياض والاستقامة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهؤلاء الذين كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندهم اعوجاج في الفهم، والدليل على اعوجاجهم في الفهم وفي العقل حتى هو: انظروا ماذا طلبوا من الله عز وجل، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني إذا توعدوا بالعذاب والحساب طلبوا من الله أن يعجله. هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ هل أحد يستعجل بالشر على نفسه وبالعقوبة على نفسه؟ ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية: هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، عجل لنا قطنا، فإنكم تعلمون أن كل ما يأتي على الخلق فهو مكتوب، كما جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا الكتاب فيه هذا مكتوب، فهم يريدون استعجال ما في الكتاب من حماقتهم وجهلهم وعنادهم. فقال: سألوا تعجيل، فقال: فإن القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب، والحظ والنصيب هو الذي كتب لهم في الكتاب، نصيبهم وحظهم قد كتب لهم في الكتاب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب. زاد قتادة: كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظروا والعياذ بالله كيف تكون الانتكاسة، يعني يقولون: إن كان هذا هو الحق الذي جاء به هذا الرسول فأمطر علينا حجارة، بدل ما يقولون: اهدنا له، وفقنا لاتباعه، يقولون: أمطر علينا حجارة. فهذا غاية في الضلال والعياذ بالله، وتجعل الإنسان يطلب من الله الهداية، فإن من حجبت عنه الهداية لو جاءته الدلائل متكررة فإنه لا يوفق لفهم هذه الدلائل. العجيب أنهم يطلبون الله فهم يعرفون الله. انظروا ماذا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق، يدعون، يعرفون الله ويدعونه: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ويعلمون أن الله قادر على ذلك، وقد رأوا بأم أعينهم كيف أمطر الله الحجارة على الفيل وأصحابه لما أرادوا انتهاك حرمة الكعبة، وهذا منتشر عندهم ويعرفون هذا، لكن كيف حجبوا عن الحق وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن في هذا عبرة
للمعتبر، فإن الإنسان دائما يدعو الله عز وجل أن يوفقه لما اختلف فيه من الحق. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل أنه يدعو الله عز وجل أن يوفقه لما اختلف فيه من الحق، فإن الهداية بيد الله عز وجل، فمن حجبت عنه الهداية فقد حرم. وحجب هذه الهداية له أسباب، حجب هذا الهداية له أسباب، لأنه مرتبط بحكمة الله عز وجل في التكليف. وهذا الذي جعل بعض أهل البدع لا يؤمنون بهذا، يظنون أن منع الهداية عن بعض الناس وإعطاء الهداية عن بعض الناس فيه تحكم، لماذا يهدي هذا ويضل هذا؟ وهذا السؤال لا يوجه لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوجهه لله بهذا الأسلوب فهو ما آمن بحكمة الله، فإن الله حكيم، ولا يمكن أن الحكيم يفعل فعلا ليس له حكمة، بل ما يفعل ففيه الحكمة. وهذه خفيت على بعض أهل البدع، ولهذا قد أنكر يعني خاضوا في القدر وحكمة التكليف فضلوا. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضون في مسائل القدر التي لا تعرفون حكمتها، لا تقولون لماذا أفقر هذا وأمرض هذا، لماذا هدى هذا للحق وهذا منع عنه الهداية، لماذا قوى هذا وضعف هذا، لماذا سلط هذا على هذا. هذا السؤال لا يرد عند المؤمن البتة، لا يرد، وإنما يأخذ العبرة من هذه العقوبات ويستفيد من أسبابها، لكن لا يخوض في القدر بكيفية بطريقة السؤال لماذا حصل كذا. فهذا معنى وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وليس المراد أنك ما تتفقه في القدر وتتعلم علم الله، تعرف عن علم الله المحيط وعن قدرته وعن مشيئته، لا، فإن القدر ذكر من أركان الإيمان، وهذا الذي من أركان الإيمان تؤمن به، وهو نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لكن المراد بالقدر هي هذه ما حجب عنك، ما حجب عنك في مسائل التكليف فهذه لا تخوض فيها البتة. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا تحدث أحد عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لا يليق فلا تخوض في هذا. وليس المراد أنك إذا ذكر الصحابة وفضلهم وعلمهم لا تثني عليهم، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد إذا ذكر حديث فيهم غير مناسب أو تكلم عن نياتهم لماذا فعلوا هذا، أو تكلم عما جرى بينهم من خلافات أو نحو ذلك، فهذا لا تخوض فيه البتة، وتعصم لسانك، لأن الصحابة سند الشريعة، سند الشريعة الأول الذين تلقوا الشريعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه للأمة، فإياك أن توهنوا هذا السند أو تتكلم في هذا السند. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، والمراد إذا ذكرت النجوم فأمسكوا بالخوض في تأثيرها، لأن بعض المشركين يظنون أن لها
تأثيرات على الكون، ولهذا عبدها الصابية وغير وبعض من الناس تعلقوا بالنجوم، وبعض من الناس نسبوا لها إنزال المطر ونسبوا لها تأثيرات معينة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وإن الذي ورد في النجوم إنما هي زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدي بها المسافرون في الطرقات، هذه التي يستفيدها الإنسان من النجوم. هذا من حيث ما يتعلق بالنجوم. يبقى هل لو 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 أمكن أن النجوم يكون فيها حياة أو يسكن فيها أو نحو ذلك؟ هذا لا يخاض فيه البتة، لأن الذين تكلموا عن النجوم يريدون أن هذه التي يستفيدها الناس في ذلك الوقت. أما لو جاءت فائدة أخرى في النجوم، يعني ركبوا عليها محطات للأبحاث أو نحو ذلك، فهذه تعرض على الكتاب والسنة. فإن موضوع الصناعات والزراعات وما يتعلق بذلك هذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. فلا يقول شخص مثلا لو وجد شيء يستفاد على النجوم، فإن السلف قالوا جعلت النجوم طلب في النجوم ثلاث أشياء. لا، المراد أنك لا تطلب منها تأثيرات في الكون ولا تظن لها تأثيرات في المطر أو نحو ذلك. أما ما عداها من الاستفادات المباحة فهي خاضعة لأحكام الشريعة الخمسة المعروفة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، خاضعة لهذا الباب. الشاهد في الأمر أن هؤلاء أهل الشرك يستعجلون بالعذاب، وهل يجيبهم الله عز وجل لهذا الاستعجال؟ هذا مرتبط بحكمة الله عز وجل. بل لو دعا غير هؤلاء فإنه قد لا يجيبه الله عز وجل، فإن المسلمين كانوا يدعون على الكفار بالهلاك، وتكون لله حكمة في عدم إهلاكهم فما يحصل. فإن هذا مرتبط بحكمة الله عز وجل وما يريده في هذا الكون، ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يتحسر ويقول المسلمون يدعون الله دائما في الوتر وفي الخطب وفي غير ذلك بإهلاك اليهود والنصارى والكفر والملحدين والشيوعيين وما هلكوا. لا يجوز أن يرد هذا البتة، هذا لا يجوز. لأن لو أردت أن تطرح مثل هذا السؤال لقلت لماذا أوجد المشركين أصلا؟ والله عز وجل لو أراد أن يكون الناس على ملة واحدة فإنه قادر على ذلك. فإن هذا مرتبط بحكم وأسباب بعضها يظهر للناس وبعضها لا يظهر. وذكر من أقوال بعض المفسرين أنهم سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة، لما قيل أن فيه جنة فيها أنهار وفيها عسل ونحو ذلك قالوا عجلها جيبها الآن، وهذا لا يليق، لا يليق أن يريد أن يفرض على الله أن يفعل شيء أخره ويريدون تقديمه، فهم يريدون هذا النصيب ما دام في جنة، طيب جيبها الآن، كما كانوا يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون اجعل لنا الصفا ذهبا ونحو ذلك. فهذا الأمر ليس
لإرادات البشر، بل هو مرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب، يعني أنهم ما هم مؤمنين بالبعث ولا مؤمنين بالجنة، فيقولون إن كان عندك جنة جيبها، يعني هم شاكين، إن كان عندك جنة طيب عجلها لنا الآن. فهم يعني هذا الكلام خرج منهم من باب الاستبعاد والتكذيب. ولهذا وهذا فيه إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب والتعنت، ولهذا أمره الله عز وجل بالصبر بعد هذا، فقال: اصبر على ما يقولون، اصبر، لأن هذا يحتاج إلى صبر، تعنت المشركين، تبجح المشركين، غطرسة المشركين، تحتاج إلى أن تصبر، وليس لك من الأمر شيء، ما عليك إلا الصبر، هذا الذي تملكه، ليس لك إلا الصبر. ولهذا أمره الله عز وجل بالصبر، وهو أمر لأمته، فإنما يلاقونه من الكفار فإنهم مأمورون بالصبر، وليس المراد بالصبر أنهم لا يجاهدون الكفار ولا يقاومونهم ولا يجادلونهم ولا يكشفون الباطل ونحو ذلك، لا، وإنما كل شيء يحتاج إلى صبر، الجهاد يحتاج إلى صبر، والمحاججة تحتاج إلى صبر، فأنت مأمور بالصبر، واصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لماذا ذكره بداود؟ اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. والأيد هنا القوة، ليس المراد أنه صاحب يدين، وإنما عنده قوة، قوة في الحكم، قوة في دولته، فإنه نبي عظيم ومن الصابرين، وكل الأنبياء من الصابرين، وكل الحياة تحتاج إلى صبر. تقول: ما دام أن داود عنده ملك عريض وخيرات، إيش صبر عليه داود؟ كل الحياة تحتاج إلى صبر، كل الحياة تحتاج إلى صبر. أتظنون أن المنعمين والمترفين ما يحتاجون إلى صبر؟ يحتاجون، والإنسان يحتاج إلى الصبر في حال نصره وفي حال هزيمته، يحتاج إلى الصبر، فإنه يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله. فإن الإنسان إذا انتصر وتمكن له، بل أحيان الصبر على عن معاصي الله أعظم على أصحاب الشهوات من الصبر على طاعة الله، لأن عندهم مكنة وقدرة، يستطيع أن يصل إلى ما يريد من الشهوات، ولهذا لا يصبر عنها إلا من راقب الله سبحانه وتعالى. فذكر عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد، قال: والأيد القوة في العلم والعمل، الأيد القوة في العلم والعمل، وهذا لا ينسحب على ما قاله بعض أهل التأويل الذين لما جاء الحديث عن يد الله عز وجل قال: والمراد بها القوة، كما في هذه الآية، لا، هذه تختلف. ولهذا الذين يثبتون لله صفة اليدين التي خلق بها آدم وكتب بها التوراة، فإنهم ما قالوا عند هذه الآية إن المراد أن داود له أيدي،
تقول ما الفرق؟ نقول الخطاب يختلف. وأما إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله فإنها ليست كأيدي المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، ليست كأيدي المخلوقين، لكنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فإنه خلق آدم بيده، وهذا تشريف. ولو كان المراد أنه خلقه بقوته فإن الخلق كلهم بقوته وقدرته، فما حصلت لآدم ميزة. ولا أنكر هذا إلا الذين تأثروا بالجهمية والمعطلة، لكنها لا نعلم كيفيتها. ولهذا جاء إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فهل في أيدي المخلوقين شيء من ذلك؟ وذكر أن السماوات مطويات بيمينه، فهل في أيدي المخلوقين شيء من ذلك؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال عن داود أن الله أعطاه قوة في العلم والعمل، وذكر مما يشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لأن السماء ليس المراد أن الله بناها بيديه، وإنما كما ثابت في الآيات الأخرى أن الله خلقها خلقا، خلقها خلقا، لكن هذا المراد به هنا القوة. قال: وقرأ ابن زيد: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة، يعني أن داود عنده قوة في الطاعة، فوصف أثني عليه بهذه القوة. وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وهل كان دينه الإسلام؟ كل الأنبياء دينهم الإسلام، كل الأنبياء دينهم الإسلام، فإن الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وهو الاستسلام لله بالعبادة والبراءة من الشرك، فهذا كل الأنبياء على هذا، فإنهم مستسلمون لله بصرف العبادة له ويتبرؤون من الشرك. والإسلام بمعنى الدين الخاتم الذي له أحكام وشرائع معروفة وقسمة في التركات ونحو ذلك، فهذا تختلف، ولهذا الشرائع تختلف من نبي إلى نبي، لكن أصل التدين والإسلام وأصول الدين ومكارم الأخلاق فكلها واحدة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، والعلات هن الضرائر، فدينهم واحد وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وشرائعهم شتى يعني فيها اختلاف، قد يحرم على هذا ما يباح على هذا، مثل المحرمات في الزواج والنكاح في أول البشرية ثم بعد ذلك وهكذا، وفي بعض المطاعم والمشارب ونحو ذلك، وفي مسألة الغنائم ونحو ذلك، لكن الإسلام الخاتم بهذه الكيفية الكاملة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. والاستسلام لله عز وجل هذا دين الأنبياء جميعا، ولهذا ليس فيه غرابة أن يقول: وأعطاه الله فقها في الإسلام. وقد ذكر لنا
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل، كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، ويقوم ثلث الليل تعبدا لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه المكابدة، مكابدة الطاعة، تحتاج إلى صبر. ولهذا لما أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر ذكره بهذا العبد الصالح مع ما أوتي من نعم عظيمة وخيرات عظيمة وملك عظيم، فقد ذكروا عن ملكه أشياء عظيمة، ومع هذا يصبر على مكابدة الطاعة ثلث الليل ليليا، ويصوم يوم ويفطر يوم. قال: وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، والمراد التطوع، في التطوع، يعني أحب الصلاة إلى الله في التهجد أن تتهجد ثلث الليل، أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، يعني في جهاده. وهذا يدل على أن الجهاد قد فرض على الأمم السابقة، ولا يفر إذا لاقى، والثبات في المعركة يحتاج إلى صبر. فهنا تبين لماذا ذكره عند الصبر بهذا العبد الصالح، ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى الأعداء فإنه لا يفر البتة. وهذا كان وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ما فر في معركة حتى يوم حنين، يوم فر الناس أو أكثر الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، بل ويدفع ببغلته إلى نحور الأعداء. وكذلك في أحد يوم الهزيمة ما فر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ثابت في المعركة، وأحاط به الصحابة خشية عليه، لكنه ما فر صلى الله عليه وسلم. وهذا داود كذلك، ولا يفر إذا لاقى، وأنه كان أوابا، أواب يعني رجاع، رجاع إلى الله عز وجل. ومنها القصة التي سوف تأتي، والتي رجع فيها إلى الله وسجد لما ورد في ذهني أن هذا فتنة واختبار له، فآب إلى ربه ورجع، فإنه كان أوابا. وهذا كما ترون حديث صحيح مخرج بالصحيحين، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال: وهو الرجاع إلى الله في جميع أموره وشؤونه. ثم ذكر شيء من النعم التي ساقها الله عز وجل لداود، فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وهذا يدل على أن هذا الكون عابد لله سبحانه وتعالى. جبال تسبح، وتسبح في أفضل الأوقات بالعشي وبالإشراق، يعني في الصباح والمساء. وهذه الجبال إذا سمع داود يترنم بالزبور ويذكر الله عز وجل ويسبح، فإنها تسبح معه بالعشي والإشراق،
أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، يعني والطير كذلك إذا سمع تسبيحه فإنه يسبح بتسبيحه، وهذا من دلائل نبوته لا شك. ودلائل الأنبياء تختلف، هذا له شيء من الدلائل وهذا له شيء من الدلائل، فهذا من دلائل نبوته أن الجبال تسبح معه والطير يسبح معه. قال: وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، إذا مر الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع أن يذهب. وأيضا الله عز وجل أنعم على داود بصوت حسن غاية في الحسن، وهذا الصوت الحسن إذا استخدم في تلاوة القرآن فهو من أعظم النعم. ولهذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وقد أعطاه الله صوتا حسنا بالقرآن وقف يستمع له، وقف يستمع له، فلما انتهى أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أتيت مزمارا من مزامير داود، يعني ما وصلت إلى مستوى داود لكنك أعطيت صوتا حسنا، فيقول: لو كنت يعني أعلم إنك تستمع لي لحبرته تحبيرا، يعني يريد أن يدخل السرور والخشية على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رياء ولا نفاقا حاشا لله، وإنما أراد أن يدخل السرور على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصوت الحسن موهبة من الله تبارك وتعالى ونعمة، فاستخدامها في طاعة الله كما فعل داود. ولهذا الطيور لا تستطيع أن تتجاوزه. وانظروا أيضا إلى ملائكة الرحمن كيف أنها نزلت تستمع إلى قراءة بعض الصحابة لما كان يقرأ في هدوء الليل بصوت جميل، فنزلت الملائكة في صورة كوكبة قريبة منه، فهو يقرأ فانتبه، فإذا هذه الكوكبة العظيمة قريبة منه فاحتار في أمرها فتوقف عن القراءة، وما كان يظن أن الملائكة نزلت لتستمع لقراءته، توقف عن القراءة فذهبت الملائكة، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: هذه الملائكة السكينة نزلت تستمع لقراءتك، ولو استمريت في القراءة لبقيت حتى يراها الناس، يعني لو استمر يقرأ إلى الفجر فإن الناس سوف يرونها لم تذهب. فهذه يعني أحيان كرامة لهذا العبد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى نزل له هذه الملائكة تسمع هذا الصوت. وهذا أيضا يدل على أن الطيور والوحوش والجبال ونحو ذلك تعرف تسبيح الله والثناء على الله تبارك وتعالى. قال: لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له. ثم هو ذكر هنا بالمناسبة، لأن التسبيح هنا أيضا يشمل الصلاة في الإشراق، فناسب أن يتحدث عن صلاة الضحى. فقال هنا، قال ابن جرير: فذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلغه أن أم هاني رضي الله عنه ذكرت أن رسول الله يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات،
صلى الضحى 8 ركعات. فقال ابن عباس رضي الله عنه: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة، يقول تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. يعني ظننت أن هذا الإشراق ما دام أنه وقت تسبح فيه الملائكة وتسبح الجبال فيه، فإن هذا الوقت الفاضل لا بد أن يكون فيه صلاة، وفعلا كان فيه صلاة. ولهذا ذكرت له أم هاني أن الرسول صلى صلاة الضحى عندها. وهذا الحديث أيضا مروي بسند آخر أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يصلي الضحى. قال: فأدخلت على أم هاني رضي الله عنها فقلت: أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء فصب في قصعة، يعني إناء يوضع فيه الطعام ويوضع فيه الماء، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه ستر بينه وبينه، فاغتسل ثم رش ناحية البيت، يعني في بيت أم هاني، فصلى 8 ركعات. وهذا ليس المراد بالصلاة خاصة ببيت أم هاني، وإنما صلاة الضحى في هذا الوقت. فصلى 8 ركعات. فخرج ابن عباس رضي الله عنه وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحنا بالعشي والإشراق. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة الإشراق، يعني يرغب الناس في صلاة الإشراق. وهنا هل هناك صلاة للإشراق غير صلاة الضحى، أم أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى؟ فإن صليت في الإشراق، يعني بعد أن ترتفع الشمس بقيد رمح، فهي تسمى صلاة إشراق. وإن أخرها إلى قريب الزوال فهذه تسمى صلاة الضحى، وليس لها حد، يعني أقلها 2 ركعات، لكن تصلي 8، تصلي 10، تصلي 20، مثنى مثنى، فليس لها حد. لكن يعني أفضل أوقات الصلاة فيها هي يوم ترمض الفصال، والفصال أولاد الإبل، فمعنى ذلك كل ما أخرتها حتى تحتر الشمس، فإن الشمس إذا احترت الإبل الكبيرة ما تشعر بحرارة الشمس، لكن فصالها الصغار يحتر عليها الجو فتبحث عن الظل، فهذه صلاة الأوابين في هذا الوقت. نعم. ثم قال: ولهذا قال: والطير محشورة، أي محبوسة في الهواء، كل له أواب. كل له، ليس المراد أنه أن الضمير راجع إلى داود، لا، كل له لله أواب، رجاع إلى الله، مقتدي بداود عليه السلام. كل له أواب، أي مطيع، يسبح تبعا له. قال: وشددنا ملكه، أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك، يعني مع هذه العبادة الضخمة العظيمة فهو صاحب ملك عظيم. ولهذا ذكروا أقاويل في التفسير أنه كان يحرسه في كل ليلة
33,000 لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل، وبعضهم ذكر أعداد غير ذلك، لكن هذه ليس فيها نص صحيح في السنة، ليس فيها نص صحيح في السنة، وإنما أخذت من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل تروى ولا تكذب، إذا ما فيها شيء يتعارض مع الوحي فلا تكذب، لكن لو فيها شيء يتعارض مع دين الله فإنها تكذب، لكن إذا كان في، ولهذا ذكر المفسرون هذه الروايات وسكتوا عنها، الله أعلم هل كان، المهم أنه ملكه عظيم، لكن كم كان يحرسه؟ 33,000، 35,000، أكثر أقل، الله أعلم بذلك. نعم. ومثل ذلك أيضا ما ذكروه من قصة أيضا هي من أخبار بني إسرائيل، أنه أتاه رجل يدعي على رجل أنه اغتصب بقره، عنده بقر كثير فاغتصبه ذلك الرجل، فجاء هذا الرجل يشتكي على داود أن هذا الرجل اغتصب بقره، غصبه يعني أخذه غصبا، وليس له بينة، فنام داود في الليل فجاءه الوحي أن يقتل هذا المدعي، فلما جاء بالصباح قال أمرني الله أن أقتلك، فقال أنا أشتكي هذا الرجل اغتصب غصب بقري وتقتلني؟ قال الله أمرني بقتلك فلا بد من قتلك، فاعترف بجريمة ثانية فقال والله إني صادق إنه اغتصب بقري، لكن أنا أعرف لماذا أمر الله بقتلي، قال أي لماذا؟ قال لأنني قتلت والد هذا الرجل غيلة وهو لا يعلم، يقول إن والده قتلته غيلة وهو لا يعلم، ولهذا أمر الله بقتلي قصاصا، فلما اعترف أمام الناس أمر بقتله، وهذا كان فيه دلالة على نبوة داود عليه السلام، وهذا سبب لأن الله عز وجل قال شددنا ملكه، وأيضا هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم بصحته، لكن لا غرابة أن يوحي الله عز وجل إلى داود وأن يكشف ظلم هذا الظالم، ولهذا قال الله عز وجل بعد هذا وآتيناه الحكمة، والحكمة كما قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، وقيل العدل والصواب، ولا إشكال، فهي تشمل هذه كلها، وقال كتاب الله واتباع ما فيه، وهذه وأيضا من اتبع كتاب الله فإن الله قد أعطاه الحكمة لا شك في ذلك، وبعضهم قال النبوة وفصل الخطاب، فأما النبوة فهي من الحكمة لا شك في ذلك، وهذا التفسير هو من باب ضرب الأمثلة، فهذه كلها داخلة بالحكمة، لكن فصل الخطاب فقالوا إن فصل الخطاب الشهود والأيمان، شاهدان على المدعي أو يمين على المدعى عليه، هذا هو فصل الخطاب، نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.